زهير محمودي من جاسمين فاونديشن. نايسة الريحي من جاسمين فاونديشن. قلنا الناس شنو هو المخازن الاستثماري التشاركي؟ برشا ما يعرفوش، برشا استغربوا، برشا ما كانوش مهتمين اصلا، وبرشا ما حبوش يجاوبوا. وانتوما تعرفوا شنو هو المخازن الاستثماري التشاركي؟ المخطط الاستثماري التشاركي هو عبارة على اجتماع تقوم به البلدية مع المواطن. في الاجتماع هذا المواطنين باش يختاروا مشاريع لفائدة المنطقة نتاعها. هذا في ثلاثة أنواع متاع مشاريع: المشاريع الكبرى المهيكلة، مشاريع إدارية، ومشاريع مصغرة لفائدة الحي نتاعها. زعما التقصير منين؟ من البلدية ولا من المواطنين؟ أسمع، ما تقولش البلدية ما شاركتنيش، ولا بلادنا على الحيط وحط شيء فيها ما يمشي. أنت الحل، انت لازم تكون فاعل وتشارك في المخطط الاستثماري مش تنهض بالحومه نتاعك، مش تنهض بالبلاد نتاعك. انت هو الحل، انت لازم تتحرك.